واش عارفين شكون اللي اخترع العالم المغربي وشنو كيعني اللون الاحمر ديال الرايه المغربيه والنجمه الخضراء اللي كاينه في وسط العالم المغربي، وكيفاش تطور العالم المغربي من دوره الادارسه الى يومنا هذا اي الدوله العلويه، وشكون هو قدور بن قبريط وشنو علاقته بالعالم المغربي. معلومات ومعطيات قدروا تسمعوها لاول مره عن العالم المغربي وهالشي كامل. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكون اموركم مزيانه. اليوم جبت لكم موضوع جديد، موضوع اللي غتكونوا ما قريتوش في المدرسه وما قراوش لكم في المدرسه، وانا اصلا ما قريتوش في المدرسه، ما عرفتش دابا واش كان في المدرسه، مي معمرو بان ليا هو الحقيقه ديال الرايه المغربيه ومراحل تطور الرايه ديال العالم المغربي من عهد الادارسه الى يومنا هذا. هادشي اللي غنشوفوه في هذا الفيديو. كنتمنى الدعم ديالكم بكومونتيرات زوينين وفيهم الراي ديالكم، واللي تفرج في الفيديو يبارطاجيه مع اصحابه باش يفيد الجميع، و لايك اللي تفرج وعجبوه المعلومات يخلي لينا واحد لايك. يلا الخوت تكونسونطراو معنا وجيب شي ورقه وستيلو وقيد معاك المعلومات. العالم المغربي كان منذ عصور قديمة لكن لم يتأرخ، زعما ما تأرخش، ما تمش التوثيق ديالو، وكان من أيام إمارة برغواطة وإمارة سجل ماسا، لكن في عهد الأدارسة في القرن 11. الأدارسة الخوت هم هي الدولة الأولى في المغرب، تم العالم المغربي وكان كيعطيو غير الجيوش كيستعملوه في الحروب باش كيفرقوا من بعضياتهم ما بين الجيوش. والعالم او العالم المغربي كان في هذيك الساعه عباره عن رايه بيضاء كيتوسطها واحد الشكل كالمثلث حتى هو ابيض. فتره حكم الادارسه دامت من سنه 780 ميلاديه الى سنه 1037 ميلادية. هذه الخوت هي الفترة ديال الحكم الأدارسة، وظلوا كيستعملوا هذه الراية طيلة الفترة ديال الحكم ديالهم. من بعد سقوط الدولة الإدريسية جات الدولة المرابطية، والمرابطون الخوت خلاو تقريبا نفس الراية اللي هي بيضة وزادوا فيها من الداخل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا العالم ديال المرابطين الخوت ولا كيمثل هوية دينية إسلامية ديال المرابطين اللي كانوا كينشروا الإسلام في ذاك الوقت، وبدا من العهد ديالهم بدا واحد التوسع كبير ديال الإسلام. وفي عهد الدولة المرابطية بدا التوسع الكبير ديال المغاربة اللي زعفوا نحو إسبانيا ونحو بزاف ديال الدول المجاورة بفضل يوسف بن تشافين. ومن بعد سقوط المرابطين جاءوا الموحدين، الموحدين اللي اختاروا راية مختلفة كثيرا عن المرابطين وعن الأدارسة وعن الرايات اللي دازوا ما قبل الإسلام في أي إمارة برغواطة وإمارة سجل ماسا. اختاروا راية حمراء كيتوسطها إطار من الداخل فيه العلامات بحال ديال الشطرنج ديال الدامة بالبيض وبالأسود كما كنبين لكم هنايا في الصورة. وهكذا كيكونوا دخلوا الموحدون أول مرة اللون الأحمر، وهنا كانت بداية اللون الأحمر في الراية المغربية في عهد الموحدين. وهكذا غتستطاع الدولة الموحدين اللي تأسست في القرن 12 على يد المهدي بنو تومارت بفضل بهذا الراية اللي أسسوا توسعوا وقدرت تحكم بلدان المغرب العربي وتوحدوا. وازدهرت بزاف عهد يعقوب المنصور اللي كان كيشجع الثقافة الفكرية وكان عنده واحد الحس ثقافي كبير. وفي العهد ديالو بين بن رشد وبن طفيل. من سقطة الدولة الموحدية جاو المرينيين والسعديين وحافظوا على اللون الأحمر لكن حيدوا ديك العلامة ديال الشطرنج اللي كانت في الوسط وداروا واحد جوج مربعات صفرين
واحد فوق واحد على شكل نجمة ثمانية الرؤوس، عندها ثمانية ديال الرؤوس. هنا كيبقى الخوت السؤال، شنو كيعني هذا العالم؟ هذا العالم المؤرخين كيقولوا ان هذا المربع الاول كيمثل المرينيين، والمربع الثاني كيمثل السعديين، وكيعني تحالف قبيلتين، تحالف قبائل الزناتة المرينيين وتحالف القبائل العربية السعدية. واستمر الحكم ديال المرينيين والسعديين حتى القرن 16، حتى ولات فوضى في المغرب، ولا هذا باغي يحكم هذا باغي يحكم، ماضة الروينة ناض بحال الانقلاب. وهنا غادي يبان مولاي رشيد اللي هو من سلالة العلويين، اللي غيسيطر على منطقة الأطلس وغيسيطر على جميع مناطق المغرب في القرن 17. وهنا مولاي رشيد غادي يختار اللون الجديد والشكل الجديد ديال العالم المغربي. عرفتوا الخوت كي داير الشكل الجديد ديال العالم المغربي؟ هو راية حمراء كاملة ما قد توسطها، لا نجمة خماسية لا نجمة ثمانية لا شكل ديال الشطرنج لا حتى شي حاجة. وفي القرن 18 و 19 العلويين غادي يستعملوا واحد الراية اللي سميوها راية ذو الفقار، هي اللي إطار أحمر، راية حمراء فيها واحد الشكل بحال ديال المقص ديال الحرب كيف ما غنوريكم هنايا في التصويرة، أو سيف ذو الفقار، الشكل ديالو كيقولوا لي سيف ذو الفقار. هنا كيبقى السؤال، شنو كيعني هاد السيف ذو الفقار وهاد المعنى ديال هاد الراية، وعلاش اختاروه على هاد الشكل؟ اختاروه نسبة إلى هذاك السيف ذو الفقار، هو سيف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان السيف ديالو في قديم الزمان وكان كيستعملو، وراه مدفون تقريبا في مدفون بالقرب من الكعبة المشرفة، مصنوع من الحديد والفضة. والكل كان كيقول أن هاد الإشارة هي إشارة ديال المقص، عالم ديال المقص اللي كاينه في هاد الراية اللي سميتها سيف ذو الفقار، لكن من بعد غيكتشفوا هو أنه سيف وأشهر سيف على أمر التاريخ ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وزادوا العلويين الخوت هاد السيف ذو الفقار في الراية ديالهم في القرن 18 والقرن 19 نسبة كذلك على علي بن أبي طالب اللي حتى هو كان من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلويين كينتسبوا لعلي بن أبي طالب، هذا سبب من الأسباب اللي خلاهم يديروا هاد السيف ذو الفقار. من بعد كيجي العالم المغربي اللي هو عندنا حاليا ديال الراية الحمراء اللي كتوسطها النجمة الخماسية الخضراء. في 17 نوفمبر سنة 1915 السلطان مولاي يوسف في هذه الفترة غيصدر ظاهر شريف كيقرر فيه الشكل الجديد ديال العالم المغربي. وفي هذا الظاهر قرر فيه السلطان مولاي يوسف انه يدير واحد الاختلاف، وخاف ان العالم المغربي اختلط مع باقي الدول، وهادشي علاش زاد فيه هذيك النجمه الخماسيه الخضراء. رغم ان التغيير ديال العالم المغربي في العهد ديال مولاي يوسف كان متوثق 100%، خرج الناشط العلماني احمد عصيب ان العالم المغربي، قال ان العالم المغربي اللي اختار هو الجنرال الفرنسي ليوطي، لكن كاينين دلائل ومن ابرزهم الوثيقه ديال السلطان مولاي يوسف اللي كتاكد 100% ان العالم المغربي صنع مغربي. وهاد الوثيقه كيحدد فيها الشكل الحالي اللي عندنا حاليا، راية حمراء في وسطها نجمه خماسيه خضراء. ونزيدكم عاوتاني الخوت اللي رسم العالم المغربي في هذاك الوقت هو قدور بن غبريط اللي كان المسؤول على الشؤون المخزنيه في هذيك الوقيته، هو قدور بن غبريط. هنا الخوت غنطرحوا واحد السؤال، شنو كيعني اللون الاحمر اللي كاين في الرايه المغربيه، وشنو كتعني النجمه الخماسيه الخضراء اللي كاينه وسط هذا العالم الاحمر؟ كيقولوا ان هاد قدور بن غبريط استوحى العالم الاحمر من كلمه مروك اللي هي تحريف ديال كلمه مراكش لمراكش الحمراء. اما اللون الاخضر كيعود الى نخيل مدينه مراكش والاضلاع الخمسه ديال النجمه الخماسيه،
تشير الى اركان الاسلام الخمس. وانتوما الخوت اشنو بان لكم في هذا الشيء كامل؟ خليو لينا الاراء ديالكم في تعليقات ورايكم فوق راسي. الى موضوع اخر ان شاء الله، كان معكم عمر الوهابي.